السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي. Welcome back my dear student in our program مدرسة على الهوى. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أولى حلقاتنا في الريفيجن، وهيبقى عنوان الحلقة الريفيجن بارت 1. هناخد فيه مجموعة من الأسئلة. طبعا في ناس كتير بعتولنا أسئلة على التواصل بينا على قناة اليوتيوب الخاصة ببرنامج مدرسة على الهوى، وانا فاكره كويس قوي ان هم طالبين مراجعه قويه للانزيمز والاسئله الخاصه بالجرافس بتاعه الانزيمز، وده ان شاء الله هيبقى موجود معانا الحلقه اللي جايه باذن الله. النهارده كان في مجموعه من الاسئله لقيناها موجوده على رسائلكم على الموقع بتاع اليوتيوب الخاص بالبرنامج، فهنتناولها. وطبعا الاسئله دي مصدرها بنك المعرفه، في منها معلومات مش موجودة فعلا في كتاب المدرسة، ولكن كانت معلومات إسرائيلية زيادة، نحاول نزود معلوماتنا بمجموعة الأسئلة دي، تمام؟ بالإضافة إلى الأسئلة اللي بتخدم سياق المنهج بتاعنا. طبعا بشكر طلابي اللي بتواصلوا على التعليقات الخاصة باليوتيوب الخاص بالبرنامج، وكان في طالب من طلابنا طبعا اجاب المره اللي فاتت على الامتحان الالكتروني وحصل على الدرجه النهائيه، واحنا بنكرمه طبعا النهارده من خلال كده شهاده تقدير بسيطه. الطالب عمر محمد ابو حسين، المفروض ان هو من الطلاب اللي دخلوا على الامتحان الالكتروني اونلاين وحصلوا على الدرجه النهائيه. ان شاء الله عقبال امتحان الترم باذن الله، واتمنى اشوف مجهوداتكم ومشاركاتكم على قناة اليوتيوب الخاصة ببرنامج مدرسة على الهواء. هنبدأ بقى الريفيجن بتاعنا، وأول سؤال بنتكلم عن الكربوهيدرات، وإحنا شغالين أسئلة كل ما هنلاقي جزئية تحتاج إلى التبسيط وتحتاج للتوضيح أو نفتكرها هنفتكرها مع بعض ونحاول نوضحها، ويبقى الريفيجن كده كامل الأركان، تمام؟ يلا بينا. عندنا هنا question 1: starch and sugar are the major، طبعا النشا والسكريات عموما are the major sources of، يعتبر من المصادر سواء كانت النشويات او السكريات تعتبر من المصادر الموجوده في ايه وجبات ايه، تمام؟ فاحنا عندنا طبعا عارفين ان الستارش والشوجرز تبع الكربوهيدرات، بس انا عايز افكرك بحاجه ان الكربوهيدرات انكلود تتضمن ايه؟ انكلود الستارشز الشوجرز، برافو عليكم، والفايبرز. لكن هنا هو في السؤال ده قال ايه؟ قال الستارشز وقال الشوجرز، يعني تناول جزئين، لكن انا ما انساش وانا براجع اهو وبذاكر الجزئيه دي ان الكربوهيدرات كانت بتشمل وانكلود ايه؟ الفايبرز اللي هي الالياف، والشوجرز السكريات، والستارشز النشويات، تمام؟ تعال نكمل. question 2: carbohydrate molecule is made of carbon hydrogen. وعايزين نختار الاختيار الصح. طبعا احنا عارفين ان الكربوهيدرات بتتكون من او بيدخل في التركيب بتاع الكربوهيدرات elements، عناصر اللي هي الكربون الهيدروجين الاكسجين. هنا هو عطيني الكربون والهيدروجين، يبقى انا فاضل لي الاكسجين. بالمره افكرك بحاجه، هي الكربوهيدرات دي كان عندها جنرال فورمولا. جنرال فورمولا يعني الشكل العام بتاع الكربوهيدرات ايه؟ كان CH2O والكل N، بتوين براكتس كده بنحط الN. طيب تعالى نفتكر كده، كنا بنقول ان الكربون والاكسجين هما نفس العدد بتاع الاتومز، يعني الاتومز اوف كربون اللي هي ذرات الكربون ايكوال للاتومز اوف اكسجين. اما الهيدروجين فدايما بيكون العدد بتاعه الضعف. انا يعني عندي CH2O بعدين الكل ان، ده كان الجنرال فورمولا اوف كربوهيدرات. يبقى انا دلوقتي بدايه وانا براجع وكاني بذاكر اول درس في المنهج اللي هي الكربوهيدرات، افتكرت معاكم ان الكربوهيدرات انكلود الفايبرز والستارشز والشوجرز. تاني حاجة ان الكربوهيدرات have general formula CH2ON، تمام؟ يبقى اختيارنا هنا هيكون اكسجين. السؤال اللي بعده question 3 بيديني تركيب او شكل الرمز دوت C6H12O6، يعتبر molecular formula، الشكل البنائي لمين؟ انا عن طبعا احنا اخدنا ان الجلوكوز يعتبر من الايه السكريات اللي بنقول عليها سامبل شوجر، بنقول عليه مونو ساكرايد، وبيتكون من 6 كربون اتومز، وهو ده الرمز بتاع الايه الجلوكوز، تمام؟ question 4: several sample sugars joined together to form a large molecule called. لو في عندي عدد من السكريات البسيطه هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا large molecule، ده هنسميه ايه؟ طبعا هنسميه بولي ساكرايد.
طيب احنا بقى هنا عايزين نفتكر حاجه مع بعض. احنا كان عندنا بروسيس، عمليه اسمها بوليمرايزيشن، اللي هي تجمع او يكون في عندي جروب اوف مونوساكارايدز بيحصل ان هم ار لينكد توجذر، يرتبطوا مع بعض تو فورم بوليمر. والبوليمر ده ممكن يكون نوع من انواع الايه، البولي ساكارايد اللي احنا خدناه. طيب تعالى كده نشوف مع بعض احنا كنا بنقول ايه. كنا بنقول ان المونيمر لما يتحدوا مع بعض يدوني بوليمر. طيب لو احنا قلنا مونو ساكارايد اللي هي السكريات الأحادية ترتبط فتديني بولي ساكارايد، السكريات العديدة بولي ساكارايد. طيب نفتكر كده نحط ايه على الفهم، اسم البروسيس، ذا نيم اوف بروسيس از، تمام، بوليمرايزيشن لسه قايلينها، بوليمرايزيشن، تمام. عايزين ناخد مثال على المونوساكرايد، مثلا الجلوكوز، وكان بيكون الستارش، يعني معنى كده الستارش ده بولي ساكرايد والجلوكوز ده مونوساكرايد. وما ننساش ان المونوساكرايد من انواع السامبل شوجر، السكريات الايه، البسيطه. طب واحنا عندنا نوع تاني داخل في السامبل شوجر، داي ساكرايد. يبقى انا هنا براجع معاك ان السامبل شوجرز انكلود مونوساكرايد اند داي ساكرايد. ولو خدنا مجموعه او جروب اوف مونوساكرايدز وحصل بينهم رياكشن، يعني ار لينكد توجذر تو فورم بولي ساكرايدز، عشان تكون بولي ساكرايد سكر عديد، اللي هو منه الستارش، منه الجلايكوجين، السليلوز، تمام. العمليه دي بنسميها بوليمرايزيشن. بوليمرايزيشن اللي هي تجمع عدد من المونوساكرايد او المونيمرز تو فورم بوليمر، تمام. ده هنا بقى نقدر نجاوب السؤال بتاعنا. يبقى السؤال بتاعنا هيكون ايه؟ تمام، هيبقى الاجابه بتاعتي بوليساكرايد. بوليساكرايد which of the following is not an example of polysaccharide، اي من الاتي لا يعتبر، ونخلي بالنا من is not، تمام. is not يعني ناس كتير قوي وهي بتقرا السؤال، خاصه اسئله الام سي كيو في كده كلمات بتطير، لا خلي بالي منها. is not لان هتغير الايه، الاختيار بتاعي. is not example of polysaccharide starch، لا ده polysaccharide. cellulose ده بوليساكرايد. جلايكوجين بوليساكرايد. جالاكتوز، الجالاكتوز ده يعتبر مونوساكرايد، سكر احادي، تمام، ويعتبر مش بوليساكرايد. فدي تبقى الاجابه بتاعتي، تمام. طيب ما تيجي نراجع كده ايه الانواع بتاعه السامبل والكومبلكس، ونشوف مين اللي كانوا مونو ومين اللي كانوا داي، تمام. تعال نشوف مع بعض. عندنا هنا الكربوهيدرات، قلنا ان احنا هنقول عليها نوعين، سامبل وكومبلكس. طيب الكومبلكس ده بنقول منه البوليساكرايد حضرتك بقى هتديني كده اكزامبلز، سامعاك، برافو، اللي هي ايه بقى لسه قايلين سيليلوز. ده بيبقى موجود فين؟ ده موجود في السيل وول، ان ذا بلانت سيل، تمام. يعني اقول عليه ستراكشر، يعني تركيبي، انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا سيل وول، تمام. في عندي ستارش، ستارش ده المفروض التخزين او الزائد من الاكسترا اوف جلوكوز اللي بيدخل في البلانت سيل بيتحول الى ستارش، يعني ده ستورد شوجر، سكر مخزن بس ان ذا بلانت سيل، تمام. يبقى ده يعتبر ستورد شوجر، تمام، بس في البلانت سيل. ايه التالت؟ جلايكوجين، وده جلايكوجين هو كمان ستورد شوجر، بس فين؟ في الانيمال سيل. انيمال سيل احنا فاكرين كان بيتم التخزين الاكسترا اوف جلوكوز فين؟ تمام، في الليفر، تمام، وفي المسلز، ماشي كده. يبقى احنا خدنا كومبلكس شوجر، قلنا منها الانواع اللي احنا قلنا عليها. خلي بالنا من كلمتين، لو جاء قال لي الاستراكشر شوجر يعني سكر تركيبي، يعني يدخل في التركيب، يبقى بيقصد السليلوز، لانه انتر ذا ستراكشر اوف ذا سيل وول ان ذا بلانت سيل.
ستارش يبقى نقول عليه ستورد شوجر، سكر تخزيني. ليه تخزيني؟ لان النبات او البلانت سيلز عندها قدره هاف ability تو ستور ذا الاكسترا اوف جلوكوز ان ذا فورم ستارش. الجلايكوجين ده يعتبر ستورد شوجر برضو بس في الانيمال سيل، والخلايا الحيوانيه اللي بيتم فيها تخزين وستور يحصل من الجلايكوجين. الجلايكوجين مولكيولز ار ستورد الليفر والماسل. تمام. طيب نيجي للسامبل. السامبل احنا عندنا نوعين، مونو وداي. طبعا حضراتكم عارفين الداي ساكرايد ومونو ساكرايد. طيب مونو ساكرايد زي مين؟ جلوكوز، تمام، جالاكتوز لسه قايلينه في سؤال، فراكتوز، وعندنا فاينلي اخيرا الايه الريبوز. التلاتة دول بيتميزوا ان كلهم 6 كربون اتومز، 6 ذرات كربون، لكن الريبوز ده 5 كربون اتومز، وقلنا ان هو انتر ان ذا ستراكشر اوف نيوكليك اسيد، يدخل في تركيب الاحماض النواه منها الار ان اي. تمام. الدايساكرايد عندي منهم ثلاثه، تعالى نفتكرهم كده. في عندنا ساكروز سكر القصب كين شوجر، وفي عندنا المالتوز اللي هو مالت شوجر سكر الشعير، وفي عندنا لاكتوز اللي هو سكر الميلك شوجر اللي هو سكر الحليب. تمام. عايزين نفتكر ان دول داي، خلاص داي يعني consist of two molecules of monosaccharide، يعني كل واحد من دول بيتكون من اتنين monosaccharide are linked together. تمام. ولسه هيجي لنا سؤال يقول لنا البوند اللي بتوين الايه المونوساكرايد اسمها ايه، احنا خدناها قبل كده بس احنا بنراجع. تمام. طيب تعالى نفتكر، كان عندنا ساكروز، والساكروز ده كان عبارة عن جلوكوز بلس فراكتوز. تمام. ده نمبر 1 عشان نفتكر. 2 عندنا مالتوز وهو عبارة عن جلوكوز بلس جلوكوز، عشان هيجي لنا سؤال ممتاز صراحة وسؤال امتحان على الجزئية دي بس الفكرة مختلفة. نمبر 3 في عندنا لاكتوز وده عبارة عن جلوكوز بلس جالاكتوز. لاحظنا ان كل الشوجرز دي تعتبر مونوساكرايد، اما ده هو اللي داي ساكرايد. طيب ايه الكومن موليكول، ايه الجزيء المشترك؟ انا شايفة ان الجزيء المشترك ما بينهم التلاتة هما هو الجلوكوز، كلهم فيهم جلوكوز. تمام. لكن في الجزيء التاني فيه اختلاف، لكن طبعا اللي عنده 2 مولكولز اوف جلوكوز هو مين؟ المالتوز. تمام. تعالى بقى نشوف سؤالنا بيقول ايه. which of the following is not طبعا an example of polysaccharide، اخترنا الجلاكتوز لان احنا دلوقتي عارفين ان الجلاكتوز يعتبر مونو ساكرايد، والستارش والسليلوز والجلايكوجين يعتبروا بولي ساكرايد. تعالى نشوف السؤال اللي وراه. question 6 what type of reaction involves the addition of water to break the bond between two monosaccharides؟ بيقول ايه؟ اي نوع من التفاعلات بيشرح لي بضمن اضافه ميه عشان اكسر البوند اللي بين two monosaccharides. تمام. عندي اتنين monosaccharides، يعني لو خدنا مثلا الشكل هنا عندي جلوكوز وجلوكوز. تمام. بينهم بوند حضرتك عارف طبعا اسمها وهنقولها دلوقتي بالتفصيل، اسمها جلايكوسيديك بوند. انا عايزه اكسر البوند دي. تمام. وهيحصل تكسير الرابطه او البوند بتوين التو مولكيولز دول عن طريق اديشن اوف ايه اوف ووتر مولكيول، اضافه الايه جزيء الميه. طب يبقى ده اسمه ايه؟ تمام، زي ما انا سامعاكم كده بتقولوا هيدروليسيس، اللي هو التحلل المائي. تمام. What type of reaction occurs when two or more monosaccharides join together؟ يعني هنا السؤال معكوس، اي نوع من التفاعلات يحدث لما يكون اثنين او ثلاثه او اكثر من السكريات الاحاديه اللي هي المونوساكرايدز ترتبط ببعض join together؟ طبعا ده بنقول عليه condensation،
يعني تكثف. خلاص هنا هو بيسألني خلي بالك عن what type of reaction عشان الناس ما تتلخبطش. هنا what type of the عايز التفاعل، التفاعل ده بنقول عليه condensation علشان بيحصل تجمع between المونوساكرايدز مع بعض علشان يعملوا لي هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه hydrolysis. يبقى انا هنا عرفت ان في عمليتين او two reactions عكس بعض. ايه هما؟ الهايدروليسيس والكوندنسيشن. الهايدروليسيس انا بضيف ميه بيحصل addition of water، لكن في حاله الكوندنسيشن بيحصل ريموفال اوف ووتر مولكيول. طبعا كل تو مولكيولز كل جزيئين من المونوساكرايدز لما يعملوا جلايكوسيديك بوند واحنا عارفين الكلام ده بيحصل ريموفال لووتر مولكيول، ازاله لجزيء ميه. تمام؟ يبقى هنا في ديفرنس بين الكوندنسيشن والايه؟ والهايدروليسيس. دي حاجات اهي بتظهر لنا واحنا بنحل الاسئله علشان نربط ما بين انواع التفاعلات. تمام؟ السؤال اللي بعديه حلو جدا وهو سؤال امتحان عايزين نركز فيه جدا، وسؤال طبعا من بنك المعرفه ولكن الفكره بتاعته ممتازه. بيقول ايه؟ نقرا السؤال واحده واحده. بيبر كروماتوجرافي، في عندنا اوراق، الاوراق دي بتستخدم معاها انواع من الادله. لو انا عايزه استدل على نوع من انواع السكريات بيديني الوان معينه فبنسميها بيبر كروماتوجرافي. حتى احنا خلاص عارفين كلمه كرومو خدناها في يعني ملون باللاتيني، كروموسوم وكروموبلاست، فكلمه كروماتوجرافي يعني عندنا اوراق قابله للتلوين عشان استخدمها كدليل او عشان اكشف او تو ديتكت عن تايب اوف ايه اوف سبستانس، نوع معين من المواد. بيقول ايه ذا بروسس، هي عمليه بيحصل فيها سيباريتنج للميكستشر into its component. عندي خليط، عندي مكون، عندي مادة وعايز افصلها الى مكوناتها. مثلا عندي ساكروز فعايز افصله الى اتنين من الجزيئات المونوساكرايد اللي هي الجلوكوز والايه والفراكتوز. عندي مالتوز فعايز افصله الى two molecules of ايه of جلوكوز. المالتوز عبارة عن two molecules of جلوكوز. ده معنى ان انا معايا ميكستشر خليط وعايز افصله او اخليه يبقى يعني نحصل منه على المكونات بتاعته its component. The result produce a number of spots. النتيجة هتكون عبارة عن عدد من الايه spots اللي هي البقع، والتي لما نشوف شكل السؤال هنفهم كلمة spots اللي هي البقع اللي هتتكون دي او العلامات اللي هتكون موجودة على الورقة اللي احنا بنقول عليها paper chromatography، هتوضح لنا المكونات دي او components. Representing the component on a sheet of paper، هتظهر هذه المكونات على شيت من الورق. هنا 3 دايساكرايد، عندي 3 من الدايساكرايدز where hydrolyzed، هيحصل لهم تحلل. يعني ايه تحلل؟ يعني broken down with water، يعني يحصل تكسير للبوند بتاعتها باستخدام الميه. And the products of this hydrolysis، والنواتج الناتجه دي were separated using paper chromatography، هيتم فصلها باستخدام اوراق الكروماتوجرافي. And the reference point for galactose are provided، اللي هيدهوني في كمعلومه في السؤال الريفرنس بوينت، النقطه اللي بيطلع عندها الجالاكتوز. تمام؟ ويتش كومباوند از لاكتوز، انا هدور على مين؟ على اللاكتوز. تعال نشوف بقى شكل السؤال ايه. ده شكل السؤال ودي ورقه الكروماتوجرافي، دي اللي هو عطاهاني دي المعلومه. تمام؟ انا لا مش عارفه لا اكس ولا واي ولا زد. تمام؟ لكن عارفه ان مين بيطلع في الجزئيه دي، فين الريفرنس بوينت بتاعتي؟ الجالاكتوز. تمام؟ لكن انا شايفه هنا عندي تو سبوتس. تمام؟ بس مش عارفه السكر الاكس ده اسمه الشوجر ده اكس ده مين؟ لكن انا عارفه ان الثلاثه اللي قدامي دول الاكس والواي والزد هم ثلاث سكريات بينتموا او بيلونج تو داي ساكرايدز، السكريات الثنائيه. نركز يا جماعه في السؤال ده كويس قوي. تمام؟ وانا زي ما قلت لكم ده سؤال موجود في بنك المعرفه. تمام؟ المعلومه اللي موجوده في السؤال انه عطاني المكان او الريفرنس بوينت الخاصه البيلونجز تو جالاكتوز، وعطاني ثلاثه من الدايساكرايدز الاكس والواي والزد، وبيقول لي اعرفي لي مين فيهم لاكتوز. طب احنا من شويه واحنا بنراجع كنا بنقول ان اللاكتوز ده عباره عن ايه؟ اللاكتوز عباره عن جالاكتوز. يبقى واحد من الثلاثه اللي هيظهر فيهم سبوت خاصة بالجالاكتوز اكيد هو ده اللاكتوز. تمام؟ يبقى اكيد السبوت التانية دي هتكون مين؟ طالما ده هو الجالاكتوز لانه موجود في نفس المستوى، هو عطاني الجالاكتوز هنا اهو، ويبقى اللي معاه في نفس المستوى عند الشوجر اللي هو اكس هيبقى برضو جالاكتوز، بس اكس ده مش جالاكتوز بس، ده جالاكتوز وسكر تاني.
اكيد السبوت التانية دي هتكون خاصة بمين؟ برافو عليكو، هتكون خاصة بالجلوكوز. يبقى انا عندي الاكس عبارة عن جالاكتوز، عرفت منين ان ده جالاكتوز؟ اهو من الريفرنس بوينت اللي هو عطاهاني. وبعدين عرفت ان ده مكون من تو شوجرز لان ده داي ساكرايد، يبقى اكيد السكند سبوت از جلوكوز. طيب تعالى نخمن مع بعض كده ونشوف ايه الشوجر ات واي اللي واضح ان السبوت اكبر شويه. ده اكيد الواي ده مالتوز، اصل هو تخيل ان الكره دي مرتين عشان ده مكون من تو مولكيولز اوف جلوكوز، يبقى اكيد الواي ده يعتبر مالتوز. تمام. طيب السبوت دي انا عارف انها جلوكوز، تمام، بس السبوت دي يا ترى ايه؟ اكيد مش جلاكتوز، لان دي لو كانت جلاكتوز كان زمانها بقت هنا، لان ده اللي عطاهوني في السؤال، ده الريفرنس بوينت. يبقى احتمال تكون دي مثلا الفراكتوز، فيبقى الزاد ده يعتبر بالنسبه لي الساكروز. طب انا عرفت اطلع من الشكل اللي قدامي ده عشان ما اتخضش لما يجي في الامتحان وانا شفت ورقه الكروماتوجرافي والسبوتس اللي عليها، اعرف اطلع مين هو اللاكتوز. مين هو اللاكتوز؟ الاكس. اشمعنى؟ علشان عنده جالاكتوز، وانا عارف ان اللاكتوز عباره عن جالاكتوز بلس جلوكوز. تمام؟ تعالوا نشوف كده الاجابه بتاعتنا. اكس هو اللاكتوز، وهي دي فكره ورقه الكروماتوجرافي، فلو اتكررت باي شكل انا خلاص فهمت الفكره. تمام؟ question 9. Which of the following is not a primary؟ خلي بالك برضو من is not a primary function of carbohydrates in the human body. ما يعتبرش واحد من الوظائف الاساسيه للكربوهيدرات. تمام. طيب تعالى الاول نعرف ايه هي الوظائف بتاعه الكربوهيدرات ونراجعها مع بعض. احنا عندنا نمبر 1 الكربوهيدرات بتعتبر ذا مين سورس اوف انرجي، المصدر الرئيسي للايه؟ للطاقه. ذا مين سورس اوف انرجي وذا رابيد سورس اوف انرجي، المصدر السريع للطاقه والمصدر الرئيسي للطاقه. طيب كربوهيدرات كتير كان بي ستورد، الشخص اكل كميه كبيره من الكربوهيدرات يمكن ان يخزنها. النبات عنده كربوهيدرات كتير ممكن ان هو يخزنها. يبقى الكربوهيدرات كان بي ستورد ان ذا فورم ستارش ان ذا بلانت سيل وجلايكوجين ان ذا انيمال سيل. تمام. واحنا اتفقنا ان السيلز اللي بيحصل فيها الستورنج الماسلز والليفر. نمبر 3 الكربوهيدرات انتر ان ذا ستراكشر اوف، تدخل في تركيب. تمام. عندي سيل وول ان ذا بلانت سيل، وعندي سيل ممبرين. تمام. وسيل ممبرين موجود في البلانت سيل اند انيمال سيل. وفاينلي الكربوهيدرات انتر ان ذا ستراكشر اوف بروتوبلازم. وات از مينت باي بروتوبلازم؟ بروتوبلازم عباره عن سيتوبلازم بلس نيوكليوس، واحنا اتفقنا ان البروتوبلازم يعتبر ليفنج ماتر. كده احنا رجعنا الامبورتنس بتاعت الايه؟ الكربوهيدرات. تعالى بقى ندور على الوظيفه اللي از نوت، ما تعتبرش وظيفه الكربوهيدرات، او مش ممكن المعلومه دي تطلع من الكربوهيدرات، تعتبر معلومه خاطئه، بدور على الاكسبشن. تمام. طيب which of the following is not a primary function of carbohydrates in the human body؟ تعالى نمبر A بيقول larger complex carbohydrates can be broken، يعني الكربوهيدرات الكبيره المعقده يمكن ان يتم تكسيرها into fatty acids than that can help make hormones، التي تستطيع او بتساعدنا في تكوين الهرمونات. اول الجمله خطا كبير جدا، مش ممكن اكسر الجزيئات بتاعه الكربوهيدرات الكومبلكس الكبيره المعقده الى فاتي اسيدز. الكربوهيدرات الكبيره المعقده الكومبلكس such as سليلوز الستارش احنا قلنا الجلايكوجين، اكسرها الى مونو ساكرايدز مش فاتي اسيدز. وبالتالي من قبل ما ابدا واشوف بقيه الاختيارات نمبر ايه ده هيبقى الاكسبشن او هيبقى از نوت اللي انا بدور عليه. تمام. فيبقى الاجابه بتاعتي نمبر ايه. Question 10. Which of the following best describes the relationship between monosaccharides and polysaccharides؟ بمعنى ايه افضل وصف للعلاقة بين المونوساكرايد and disaccharide؟ طيب بيقول ان المونوساكرايد can be broken down to form a polysaccharide، اكسر المونوساكرايد عشان اجيب polysaccharide؟ طبعا لا. Monosaccharides can be joined together by bonds called polysaccharide، عشان الناس ما تتخضش واجري اختار نمبر بي، لا اقرا كويس. مونوساكرايد كان بي جوين توجذر، يمكن ان ترتبط مع بعض باي بوندز كولد بوليساكرايد. هل الروابط البوند بسميها بوليساكرايد؟ طبعا برضو لا. نمبر سي بوليساكرايدز هاف كومبلمنتري بايندينج سايت تو مونوساكرايد، البوليساكرايد عندها كومبلمنتري تكامل في الارتباط مع مواقع او اماكن في المونوساكرايد. لا الكلام ده احنا بنسمع الكومبلمنتري ده كنا بناخده في الدي ان ايه.
طيب نشوف نمبر دي. ميني مونوساكرايد، العديد من المونوساكرايد كان جوينت توجذر تو فورم بوليساكرايد، اكيد دي اللي صح، ولسه قايلينها في الريفيجن في البدايه خالص. ده يعتبر نوع من العمليات او البروسيس which is called polymerization، وتبقى الاجابه بتاعتي نمبر دي. question 11، جلوكوز كان بي ستورد، الجلوكوز يمكن ان يخزن as a polysaccharide كسكر عديد starch implant cell. What polysaccharides act as the primary unit of glucose storage in animal cell؟ عايز يعرف مين الايه الشكل اللي بيتخزن فيه الجلوكوز في الانيمال سيل. طبعا حضراتكم عارفين اللي هيكون مين، الجلايكوجين. question 12، What type of bond is formed between two monosaccharides؟ ايه نوع الرابطه اللي ما بين اتنين مونوساكرايد when they join together، لما يرتبطوا مع بعض to form a disaccharide. احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي تمام glycosidic bond. glycosidic bond ودي رابطه بتتكون بين المونوساكرايدز، واثناء الارتباط او البايندنج بتوين التو مونوساكرايد بيحصل ريموفل لووتر مولكيول، ازاله لجزيء ميه، سمي الرابطه او البوند glycosidic bond. question 13، وبرضو ده من اسئله بنك المعرفه، ايه السيلز ار فورمد ان اديبوز. هنا عندي كلمه جديده اديبوز تيجو، كلمه اديبوز تيجو يعني هنا نسيج دهني، تمام؟ فانا مجرد ما عرفنا الكلمه وعدت علينا مش هتخض خلاص. الاديبوز تيجو اللي هو النسيج الدهني ده، مين الخلايا اللي هتدخل فيه؟ اكيد هتبقى فات سيلز، تمام؟ برضو اتكرر عليا الكلمه تاني اديبوز تيجو، دي واحده من اسئلتكم اللي انتوا حطيتوها. is found below، حلو قوي السؤال. عارف السؤال ده بدل ما يقعد يقول لي ما احنا خدنا الليبيدز وهنراجع مع بعض دلوقتي الامبورتنس اوف ليبيدز اللي هي اهميه الايه الدهون، وكان من ضمن الامبورتنس اوف ليبيدز ان الفاتس كان بي ستورد، يمكن ان تخزن اندر ذا سكين تحت الجلد، اندر ذا سكين في الايه في الهيومن والانيمالز تو بروتكت ذا بودي فروم كولد تمبريتشر، عشان تحمي الجسم من درجات الحراره المنخفضه. وبالتالي هنا انا الكلمه جديده عليا كلمه الاديبوز تيشو اديبوز سيلز، فانا خلاص فهمت ان هو نسيج دهني او خلايا دهنيه، يبقى هيكون مكانها تحت الجلد او اندر ذا سكين، فالاختيار بتاعي هيكون سكين، تمام. question 15، the head of a molecule is hydrophilic. طبعا احنا عارفين ان الفوسفوليبيد، انا سامعاكم بتقولوا فوسفوليبيد وده تمام جدا، بس تعالى افتكر الجزئيه دي احنا خدناها فين. احنا خدنا الجزئيه دي واحنا بنتكلم في السيل ميمبرين، ستراكشر اوف ذا سيل ميمبرين. السيل ميمبرين ده كان تو لايرز، عباره عن طبقتين، تو لايرز اوف فوسفوليبيد. فوسفوليبيد ده كان واحد من الايه من الدهون، واللي يعتبر من اي نوع من انواع الليبيدز، تمام، كومبلكس ليبيدز، يعني هيحتوي على كربون هيدروجين اكسجين، تمام، وقلنا طبعا في عندنا الايه النيتروجين والفوسفور، كل دي عناصر او elements enter in the structure of phospholipids، تمام. وفكرك كمان ان الفوسفوليبيدز ده كان شبه ايه، ار سيميلر تو فاتس، شبيه للايه للفاتس. طب الفاتس دي كانت عباره عن ساتوريتد فاتي اسيد بلس جليسرول. طب احنا هنا هيحصل رياكشن، فمين اللي هيبتدي يحصل له ريبليسمنت او هيحل محله شيء اخر؟ طبعا اللي هيبتدي ان هو يطلع اثناء التفاعل ويتحط مكانه تو جروبس اللي هو الكولين جروب والفوسفات جروب اللي هو البي او 4، هيحصل خروج لمين؟ للثيرد فاتي اسيد، للثيرد فاتي اسيد، الحمض الدهني الثالث يطلع ويدخل مكانه كولين جروب اند فوسفات جروب. عشان كده بنقول ان الكومبلكس ليبيد اور الفوسفوليبيد فيها عناصر الاليمنتس اللي هي كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين ايه فوسفور. النيتروجين موجود في الكولين جروب والفوسفور موجود في الفوسفات جروب اللي هو بي او 4. كل ده احنا بنراجع كلمه اللي كومبلكس ليبيدز والمثال بتاعي فوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز ده موجود في السيل ميمبرين كام طبقه؟ تو لايرز، عندي طبقتين. طب التو لايرز دول كانوا عباره عن تعالى بقى نشوفهم كده، كانوا عباره عن هيدز تمام وتيلز. تعالى نشوف فكره التو لايرز. كنا بنقول ان هو عباره عن هيد وتيل، ادي الهيد تيل. ايه نوع المواد او السبستانسز اللي بتدخل في الهيد؟ كنا بنقول محبه للماء
فبنقول هايدرو فوليك. تمام. اما التيل المواد اللي بتدخل فيه بنقول من انهي نوع؟ هايدرو فوبيك. تمام. وبالتالي هو بيسألني ان الهد ده يعتبر موجود فين؟ احنا بنقول في الفوسفوليبيدز، وبفكرك ان الشكل كان كده اهو، دول التو لايرز بتوع الفوسفو ليبيدز اللي انتر ان ذا ستراكشر اوف سيل ميمبرين. تمام. وكان في عندي بروتين موليكولز، جزيئات البروتين بنقول انها ار امبيدد، مغموسه اهي بين التو لايرز اوف فوسفوليبيدز. بكمل تاني اهو، فوسفوليبيدز هيد وتيل وهيد وتيل، خلاص. بس احنا عارفين ان ايه اللي هيحصل، خلي السيل ميمبرين از انتاكت، يعتبر متماسك. انا عارف ان بيبقى فيه جزيئات، الجزيئات دي بقول عليها كوليسترول موليكول، يبقى فرصه اهي ان احنا بنراجع الجزئيه الخاصه بالسيل ميمبرين اهي، ونرجع تاني نكمل. عندي هنا هاد وتيل اللي هو تو لايرز اوف فوسفوليبيدز، ده التركيب كان لايه؟ السيل ميمبرين. تمام. يبقى الهد من المواد الهيدروفوليك، عشان كده هي متجهه للاكواتيك ميديوم، للاوساط او الوسط المائي او الاكواتيك ميديا، اما انسايد ذا سيل هيبقى في عندي السيتوبلازم، والسيتوبلازم في ووتر، يا اما اوتسايد ذا سيل. لكن التيلز كانت موجوده الى الداخل، متجهه انورد لداخل الايه؟ السيل ميمبرين. اجابتي هنا ذا هيد اوف الهيد، الرؤوس بتاعه الجزيء ايه اللي هيكون من انواع الهيدروفوليك؟ طبعا واحنا مغمضين هنختار فوسفو ليبيد. question 16. The fatty acid that has all the carbon atoms saturated with hydrogen atoms is called. ده سؤال سهل جدا، ان الاحماض الدهنيه اللي هيبقى عندها الذرات او الاتوم بتاعت الكربون مشبعه بالهيدروجين هتبقى بنطلق عليها ايه؟ هنطلق عليها طبعا saturated fatty acid. تمام. ودي اللي موجوده في الفاتس. احنا عندنا الليبيدز، تعالى بقى نراجع الليبيدز مع بعض. هي الليبيدز دي عباره عن ايه؟ الليبيدز دي كانت سكند تايب اوف اورجانيك موليكول، تاني حاجه خدناها بيولوجيكال ماكرو موليكولز، جزيئات كبيره كانت الليبيدز، وكانت في عناصر او اليمنتس انتر ان ذا ستراكشر اوف ليبيدز اللي هي كربون، هيدروجين، اكسجين. وعرفنا ان الليبيدز دي ما بتدوبش، او بنقول انها دونت ديسولف ان ووتر. اشمعنى؟ الووتر از بولر سولفنت، مذيب قطبي، فلازم الليبيدز بما انها اورجانيك تدوب في مواد برضه عضويه او اورجانيك سبستانسز، اللي هي مين؟ اللي هي الكربون تترا كلورايد اند بنزين. وخلي بالنا كمان في اسئله هيحط لنا الكحول، الكحولات تعتبر من الايه؟ من المواد اللي بتعمل على اذابه او ديسولف ده ايه؟ ده ليبيدز. تمام. طيب الليبيدز ديسولف ان ده نون بولر سولفنتس such as البنزين اند كربون تترا كلورايد. What is the importance of lipids؟ ايه اهميه الليبيدز؟ عشان كده بندرسها. تعال نشوف. بنقول ان الليبيدز انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا سيل ميمبرين. فعلا احنا لسه دلوقتي كنا بنشرح تركيب او الاستراكشر اوف ذا سيل ميمبرين، ولقينا ان السيل ميمبرين بيدخل في تركيبه نوعين من الليبيدز. مين؟ فوسفوليبيدز اللي هم التو لايرز اوف فوسفوليبيدز اند كوليسترول. والكوليسترول بيلونجز تو، بيعتبر بينتمي لايه؟ تمام، الى الدريفيتيف ليبيدز اللي هي الدهون المشتقه. تمام. طيب وقلنا ان الليبيدز غير انها انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا سيل ميمبرين، الليبيدز بتديني انرجي اكتر من الكربوهيدرات. صحيح ان المين سورس اوف الانرجي هيكون الكربوهيدرات، لكن الانرجي which is produced from lipids more than اكتر من الانرجي which is produced from carbohydrates. لما الواحد يكون عايز طاقه اكتر يبتدي يحصل على الطاقه دي من وجبات فيها دهون. نمبر 3، النسبه بتاعه او الريشيو بتاعه الليبيدز ان ذا بودي اوف ليفنج اورجانيزم بتبقى حوالي كام؟ 5%. تمام. عندنا ثلاث نقاط مهمين وكلهم بنشوف ان الليبيدز بتشتغل ايه. الليبيدز ورك از، تشتغل ايه في جسمنا؟ الليبيدز ورك از ثيرمال انسيوليتور لاير، طبقه عازله حراريه. لسه قايلينها من شويه، لان الفاتس كان بي ستورد اندر ذا سكين، لان الدهون تخزن تحت الجلد. تو بروتكت ذا بودي طبعا اوف هيومن بينج اور انيمالز من فروم ذا كولد تمبريتشر. الليبيدز ورك از بروتكتيف لاير، طبقه حمايه. طبقه حمايه ليه؟
علشان طبعا تحمي النباتات او الحيوانات. بس احنا المثال اللي كان عندنا على البلانتس ازاي، لما كنا بنقول ان الليفز الاوراق ار كفرد باي واكسي لير، طبقه شمعيه. طب ما هو الواكس ده يعتبر نوع من انواع السامبل ليبيدز، وده decrease the evaporation of water أو decrease the transpiration. وما ننساش كلمة transpiration، transpiration equal لكلمة evaporation of water بالنسبة للبلانت. طيب finally the lipids work as hormones، بتعمل كهرمونز زي مين؟ زي الستيرويدز اللي هي male hormone and female hormone، استروجين، بروجسترون، التستوستيرون، كل دي هرمونز بنقول انها lipids بانها ستيرويدز. كان ده يعتبر الامبورتنس اوف ايه؟ اوف ليبيدز، اهميه الدهون. طيب الليبيدز كان بي كلاسيفايد انتو الى سامبل ليبيدز، كومبلكس ليبيدز، وفاينالي دريفيتيف ليبيدز. سامبل ليبيدز كان تحتيها تمام الاويلز والفاتس والايه والواكسز، والكومبلكس ليبيدز لسه واخدين مثال الفوسفو ليبيدز اللي هو انتري ذا ستراكشر اوف ذا سيل ميمبرين، والدريفيتيف ليبيدز اللي هي بتيجي ازاي، بيحصل arising of derivative lipids طبعا due to the reaction. عندي simple lipids and complex lipids يحصل hydrolysis، hydrolysis يعني بإضافة أو in addition of water يحصل تكوين derivative lipids such as الكوليسترول or steroids. تمام. وبرضه بالمرة بما أننا بنراجع هي الليبيدز دي كان ممكن يحصل detection، كشف عن الليبيدز إزاي؟ يمكن detection للليبيدز عن طريق كاشف أو reagent which is called sodium 4، ويبقى اللون ريد، اللون اللي كان بيطلع باستخدام سودن فور هو الريد كلر. خلاص يبقى احنا هنا بقى بالمره نرجع كده شويه لحته السامبل شوجر، اسفه للسامبل ليبيدز. سامبل ليبيدز عندي اويلز فاتس وايه واكسز. وات ذا ديفرنس بتوين، عشان الناس بتتلخبط بينهم الاويلز والايه والفاتس، غير ان الاويلز ليكويد وغير ان الفاتس تبقى سوليد. الفرق الثاني النمبر اوف هيدروجين اتومز، مين مشبع بالهيدروجين اكتر؟ طبعا المشبع بالهيدروجين اكتر هي الفاتس، هي الكربون بتاع الفاتس مرتبط بعدد اكبر من الهيدروجين، عشان كده دايما بنقول الاويلز unsaturated fatty acid، اما الفاتس بنقول عليها saturated fatty acid. تمام. طيب تعال نشوف question 17. Which of the following is a primary function of lipids in animals، اي من الاتي بيعتبر primary function يعني وظيفه اساسيه للليبيدز in animals. احنا لسه قايلين كل الايه الامبورتنس اوف ليبيدز. طبعا لو بصينا ليبيدز ار ذا سايت اوف بروتين سنسرز within cells، هل الليبيدز تعتبر هي الاساس او الموقع بتاع بناء البروتين في الخليه؟ طبعا لا. نمبر بي، ليبيدز provide insulation for cells and organs، عبارة عن عازل بتعزل الخلايا وبتعزل الأعضاء. أفكر فيها دي بس أكمل. lipids store genetic material، هل الدهون بتخزن المعلومات الوراثية والجينيتك material؟ لا، دي خاصة بالدي ان ايه. lipids are a major component of the animal cell wall، هو أصلا الانيمال ما عندوش cell wall، الانيمال cell ما فيهاش cell wall. تمام. فالجملة نمبر دي أصلا خاطئة. نرجع للنمبر بي، lipids provide insulation for cells and organs. ده ينطبق على النقطة اللي احنا لسه قايلينها ان lipids work as thermal insulator layer to protect the body from cold temperature، فيبقى الاختيار بتاعي number B. Question 18. Steroids are a class of lipids. Steroids يعتبر واحد من انواع الدهون او lipids. Which of the following is an example of a steroid found in the human body؟ و اي من الاتي يعتبر مثال الاستيرويد اللي موجود في جسم الانسان؟ احنا لسه قايلين ان ايه الانواع اللي موجوده زي الكوليسترول، وهم بينطبقوا او بينتموا الى الدريفيتيف ليبيدز. كويستشن 19، وبرده من اسئله بنك المعرفه، سؤال مهم. What type of bond is formed the fatty acid and the glycerol؟ يبقى احنا بنسال عن البوند اللي بتتكون ما بين الفاتي اسيد اند جليسترول موليكول in a lipid. هو في ارتباط بيحصل بين الفاتي اسيد والجليسترول؟ ما هو لما بيتكون الفات اور الاويل بيبقى في عندي 3 فاتي اسيد بلس جليسترول، وبالتالي هيبقى في بوند بين الايه الجليسترول اللي هو يعتبر الكحول، كحول، وكحول كونتينز 3 هيدروكسيل جروب يعني 3 او اتش. ايه نوع البوند؟ دي حته جديده، معلومه من بنك المعرفه نضيفها لمعلوماتنا.
عندنا بوند اسمها استر بوند. تمام. What molecule is removed in the reaction that forms of triglyceride from glycerol molecule and fatty acid؟ أي من أي جزيء is removed يتم إزالته in the reaction في تفاعل that forms اللي بيكون للتريجلسرايد from a glycerol من الجليسرول و molecule of fatty acid وجزيء من وجزيء من الايه من الفاتي اسيد. طبعا الجزيء اللي هيطلع ويحصل له ان هو ريموفد دايما معروف اللي هو طبعا الوتر. Which of the following is the major function of lipids in plant cell؟ مين من دول او من الاجزاء التاليه هيعتبر الوظيفه الغالبه المشهوره الموجوده في النبات او الخلايا النباتيه وخاصه بالدهون؟ احنا لسه قايلين من شويه ان من الامبورتنس اوف lipids ان النبات او الليفز ار كفرد باي واكسي لير، طبقه شمعيه. وساعات يقول لي بدل كلمه واكسي لير يروح قايل لي كلمه كيوتين اور كيوتيكل. الليفز ار كفرد باي كيوتين اور واكسي لير اور كيوتيكل تو ديكريز ذا ايفابوريشن اوف ووتر، عشان تقلل تبخر المي، تو ديكريز ذا ايفابوريشن اوف ووتر اور ترانسبيريشن. وما ننساش كمان في امبورتنس ثانيه ما اتقالتش من ضمن الامبورتنس بتاعت الليبيدز لكن كانت موجوده واحنا بنتكلم عن الاويلز، ان في سام ووتر بيردز بعض الطيور المائيه their feathers الريش بتاعها are covered by oily layer طبقه زيتيه. طبعا ده عشان يمنع وتروب prevent the penetration of water اختراق الميه للريش بتاعها عشان تقدر انها تطير وما يحصلش ثقل للايه؟ للطائر. يبقى معنى كده ان في اهميه اتقالت بس وسط الشرح. يبقى انا عندي كده 7 importances of lipids، لكن هرجع للامبورتنس الخاصه بالبلانت. بكرر تاني ان الاوراق والليفز ممكن هنا ناخد سؤال ان شاء الله مثلا الحلقه الجايه بس بالجراف، ان كل ما يكون النبات موجود في منطقه صحراويه، منطقه فيها بنقول عليه ديزرت بلانت، هبص الاقي الثيكنس السمك بتاع الواكس لير اكتر عشان يحاول يقلل وديكريز ذا ايفابوريشن اوف ووتر او ديكريز ذا ترانسبيريشن، لان وجود الدهون في النبات هيكون في شكل ايه؟ تمام، هيكون في شكل واكسي لير. ما ننساش الاسماء الثانيه لكلمه واكسي لير اللي هي تمام كيوتين اند كيوتيكل. طب تعالى نفتكر الواكسز اصلا هي بيلونج تو ايه؟ الواكسز بيلونج تو تمام سامبل ليبيدز. طب هي عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيد تمام، لكن بيتميز او از كاركترايزد بايه؟ بهاي مولكولار ويت، وزن جزيئي عالي، بلس مونوهيدريك. مونوهيدريك الكحول يعني كحول احادي، يعني في او اتش واحده. بكرر تاني الواكسز تعتبر سامبل ليبيدز، سامبل ليبيدز تمام. طيب الرياكشن اللي بيكون الواكسز هو عباره عن ايه؟ رياكشن بتوين فاتي اسيد از كاركترايزد بان هو عنده ايه؟ هاف مولكولار هاي مولكولار ويت، وزن جزيئي عالي، بلس مونوهيدريك الكحول. مونوهيدريك الكحول يعني هنا هيخالف الاويلز والفاتس، لان الاويلز والفاتس عندهم جليسترول، والجليسترول فيه 3 او اتش او سميناه طبعا جليسترول، او بنقول عليه عنده تراي هيدروكسيل جروبس يعني 3 او اتش، لكن اللي موجود في الواكسز بنقول عليه مونوهيدريك الكحول اللي عنده او اتش واحده. والفاتي اسيدز اللي بتدخل وانتر ان ذا ستراكشر اوف واكسز بتتميز بانها هاي مولكولار ويت يعني وزنها ثقيل. تمام. يبقى هنا اجابتي هتكون ايه؟ تعالى بقى نشوف هنا، هتبقى lipids in plant cell can act as a waxy layer or cuticle. شفت هنا جاب لي كلمه cuticle تمام، احنا لسه قايلين يقول لي cuticle يقول لي كيوتين، كل دي مسميات خاصه بكلمه waxy layer طبقه شمعيه. تمام. نيجي ل question 22. Which of the following is an example of sample protein؟ اي من الاتي بيعتبر مثال لسامبل بروتين يعني بروتين بسيط. طيب هنا بقى فرصه نراجع على البروتين. هو احنا عندنا البروتين عباره عن ايه؟ الاليمنتس اللي انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا بروتين، عندنا كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. تمام. وكان عندنا سؤال في الامتحان التدريبي اللي جه طبعا واحنا راجعناه مع بعض هنا، كان جايب لنا المونيمر اوف بروتين اللي هو الامينو اسيد، وكان بيطلب مننا دراج ذا ليبلز، ان انا اسحب الايه؟ الليبل الصحيحه الكوريكت ليبل واحطها في المكان الصح بتاعها. برضو هنراجع مع بعض دلوقتي الاستراكشر اوف امينو اسيد. طيب البروتين اللي الاليمنتس اللي انتر ان ذا ستراكشر اوف بروتين الكربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين.
البروتين مهم جدا، بنقول ان البروتين is necessary for growth، مهم جدا للنمو. نمبر 2 البروتين انتر ان ذا muscles ligaments والتندونز، واتفقنا واحنا بنراجع المره اللي فاتت في الامتحان التدريبي وقبل الحصه بتاعت الريفيجن بتاعت الامتحان التدريبي، قلنا يعني ايه ليجامنتس ويعني ايه تندونز. الليجامنتس والتندونز، كلمه ليجامنتس يعني اربطه، ودي الانسجه اللي بتربط البونز، البونز بترتبط مع بعضها بالليجامنتس. والتندونز اللي هي الاوتار، ودي التندونز تسمح بربط الماسلز بالبونز، العضلات بالايه بالعظام. مين داخل في تركيبهم؟ البروتين. البروتين انتر ان ذا هرمونز، يدخل في ستراكشر اوف ذا هرمونز، يدخل في تركيب الهرمونز، يدخل في تركيب الكروموسومز، يدخل في تركيب انتر ان ذا ستراكشر اوف هوفز الحوافر، هورمز القرون بتاعت الحيوانات، انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا نيلز هيرز الشعر الاظافر، سكين جلاندز الغدد، اورجنز الاعضاء. اذا البروتين انتر ان ذا ستراكشر اوف all organs كل الاعضاء، ما فيش عضو في جسمي الا ما داخل فيه البروتين. all tissues كل الانسجه داخل فيها البروتين، بما ان البروتين enter in the structure of the cell membrane فكل الخلايا الحيوانيه داخل في تركيبها الايه السيل ميمبرين، والسيل ميمبرين فيه بروتين. طيب ايه المونيمر اوف بروتين؟ تمام، المونيمر اوف بروتين اللي هو امينو اسيد. الامينو اسيد ده عباره عن ايه؟ تعالى نشوف بقى. عباره عن كربون، الكربون دي بنقول انها مرتبطة فور بوند، عندي هنا اربع روابط، ادي الكربون، عندي اتش سي او او اتش ان اتش تو والار، ده الامينو اسيد. تمام، سي او اتش بنقول عليه كاربوكسيل جروب، ان اتش 2 امينو جروب، الار بنقول عليها الكايل جروب، والاتش هيدروجين اتوم. طيب مين فيهم الفاريبل اللي هيخلي الامينو اسيد تختلف عن بعضها؟ الار. الثوابت والكونستانت ان اول امينو اسيد السي او اتش والان اتش 2 والاتش، هيدروجين اتوم سي او اتش ان اتش 2 اول امينو اسيد، كل الاحماض الامينيه بيدخل في تركيبها الثلاثه دول. ليه اللي الفاريبل المتغير الار اللي بنسميها الكايل جروب، وممكن نسميها ار جروب، تمام، وممكن نسميها تيرمينال جروب. كل ما تتغير يتغير الامينو اسيد. طيب احنا هنا عايزين نعرف بقى لما يحصل ارتباط بتوين تو امينو اسيدز، اثنين من الامينو اسيدز، بيحصل ازاي؟ تعالى نفتكر. عندي امينو اسيد، بس انا هنا هكتبه بشكل مختلف، ال ان اتش 2 وهنا سي او اتش، ده واحد من الامينو اسيد. الثاني عندي سي دبل بوند او او اتش، دي مجموعه الايه السي او اتش، وادي السي اتش ار، وهنا ان اتش 2. طيب مين اللي هيطلع عشان يحصل تفاعل وبوند؟ ووتر مولكيول، اهو طلعت الووتر مولكيول جزيء الميه، فيتكون هنا عندي بوند بتوين الايه الامينو اسيد، ده امينو اسيد نمبر 1، ده امينو اسيد نمبر 2. البوند دي اسمها بيبتايد بوند، ودي بقى يتكون منها العديد من الامينو اسيد، يعملوا لي تشين اوف بولي بيبتايد، يعني امينو اسيد نمبر 1 مع امينو اسيد نمبر 2، امينو اسيد نمبر 3، امينو اسيد نمبر 10، ده اسمه بولي بيبتايد. كل بوند من دي اسمها بيبتايد بوند، عشان كده سمينا ده بولي بيبتايد. بولي بيبتايد، تمام. طيب احنا كده رجعنا ان المونيمر بتاع البروتين امينو اسيد، وان البوند بتوين الامينو اسيد از كولد بيبتايد بوند، وان ديورنج ذا رياكشن بيحصل ريموفل للووتر مولكيول، بيحصل ريموفل للووتر مولكيول. تمام، طيب لو انا عندي عدد بقى، وليه انا بقول امينو اسيد نمبر 1 2 3 هم كام؟ انا عندي نمبر 20 امينو اسيد، ما ننساش 20 حمض امين، 20 امينو اسيد. تمام، كل ما يحصل ارتباط ما بين امينو اسيد واخر يحصل ريموفل للووتر مولكيول. تمام، ووتر مولكيول
طب لو انا عندي 4 يبقى عدد الووتر موليكولز اللي هتطلع كام؟ 3. طب لو انا عندي 5 امينو اسيد او 5 امينو اسيد يبقى عدد الموليكولز بتاعت الووتر هتبقى، وعندي 5 هيبقوا 4. دايما بنقص واحد، وده واحد من الاسئله اللي بتيجي. تمام، تعال نشوف بقى اجابه السؤال. Which of the following is an example of sample protein؟ احنا عندنا sample protein، عملنا classification للبروتين الى sample وcomplex. من السامبل بروتين الالبيومين، والالبيومين consist of amino acids only. تمام، لكن الcomplex بيبقى amino acid plus other elements. ناخد سؤال كمان. Question 23 بيقول which of the following cannot be used to describe the structure of DNA؟ اي من هذه العبارات لا يعتبر وصف، cannot be used to describe the structure. تمام، هنا هيكون ان الدي ان ايه، بص كده الدي ان ايه ادينين بوينت تو يوراسيل، طبعا اليوراسيل ده مش من ضمن النيتروجين سبيسز اللي انترين ذا ستراكشر اوف دي ان ايه، لكن فبالتالي الجمله دي هتعتبر جمله لا تصف تركيب او الاستراكشر اوف دي ان ايه. تمام، ناخد كمان سؤال. وات ار ذا تو مين تايبس اوف نيوكليك اسيد فاوند ان اول ليفينج اورجانيزم؟ طبعا ده سؤال سهل، دي ان ايه وار ان ايه، ده الحمضين اللي احنا خدناه. كويستشن 25، which of the following correctly describe the base pairing؟ حلو قوي الحته بتاعت البيس بيرنج، التزاوج ده بيكون between النيتروجين سبيسز، واحنا عارفينها واحنا بناخد الدي ان اي والار ان اي، كنا بنقول ان الادينين بيرتبط مع الثيمين والسيتوسين مع الجوانين، ده لو بتكلم في الدي ان اي. في الار ان اي الادينين مع اليوراسيل والسيتوسين مع الجوانين، الاختلاف بس في اليوراسيل موجود في الار ان اي والثيمين موجود في الدي ان اي. طيب اي من العبارات او which of the following correctly describe the base pairing، التزاوج ما بين، طبعا base pairing يبقى يخص النيتروجين سبيسز، هيكون نمبر A السيتوسين مع الجوانين والادينين مع الثيمين. ليه اخترت A؟ لان هو قايل لي دي ان اي. تمام، طيب عندنا question 26. In a nucleotide، في nucleotide which carbon atom in the pentose ring is adenine connected to؟ في النيكليوتايد الكربونه رقم كام بترتبط بالادينين؟ احنا عارفين دي الكربونه نمبر 1، لان احنا عندنا الكربونه نمبر 1 مرتبطه بالنيتروجين سبيس، الكربونه نمبر 5 مرتبطه بالفوسفات جروب. عندنا question 27. What the primary function of DNA؟ دي حته برضو معلومه او طريقه جديده لان هو يتكلم عن الدي ان ايه، ان هو مخزن storing، يبقى نمبر A. بنهاية السؤال 27 هنا مراجعة النهاردة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة في مجموعة من الأسئلة الجديدة، وأشوفكم على خير.